سينضم إلينا مشاهدينا الكرام عضو مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية محمد الياسري مباشرة من بغداد. أهلا بك سيد محمد، وبداية شهدت الانتخابات مفاجآت مدوية، هزيمة ساحقة لتحالف الفتح وتيار الحكمة وائتلاف النصر وقوى أخرى، وفوز كبير للصدريين. كيف ترى النتائج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم لكادركم المتميز ولجمهوركم الكريم. طبعا في البداية انه هذه النتائج متوقعة باعتبار انه أتكم مرارا بان مثلا في ديقار كنا ذكرنا بان هناك مشكلة الامن الانتخابي غير متوفرة باعتبار ما يسمى فوج مكافحة الانتخابات، قوى من تشرين كانت عامل أساسي تهدد المرشحين، تستخدم وسائل غير مشروعة، وهذا بالفعل ما حدث في ذيقار بخروج قوى من تشرين كانت هي الأساس في ذيقار باستخدام وسائل غير مشروعة، وبعضهم كان يتسكى على أبواب السفارات البريطانية والأمريكية بشكل عام. بما يتعلق بأنه المجمل أنه هناك للأسف اتهامات للمفوضية باعتبار عدد من المرشحين من ضمنهم السيد مختار الموسوي من نينوى، السيد محمد البلداوي وكثير من المرشحين كانوا لديهم أوراق من المفوضية من مراكز المحطات الإلكترونية، قد جمع كان فيها جمع مجموعة الأصوات ما يتجاوز 12000 بينما خرج إلى 9000 صوت، وهذا عامل مؤشر خطير باعتبار أن المفوضية لم تؤدي دورها بشكل صحيح رغم قيامها بثلاث بروفات لإجراء العملية الانتخابية في السابق، وكانت وعودها بأنها ستحافظ على الأصوات، لكن إلى الآن يوجد نوع من التلاعب وهذا مخالف لما لدى المرشحين. طبعا وهذه عملية طعن في الانتخابات، وهذه ستسبب مشكلة كبيرة في الجانب السياسي، ستؤدي إلى فوضى كبيرة حتما بين القوى السياسية، وهذه هم ايضا اشكاليه يجب ان يكون لها علاج والخروج بنتائج. هل هناك فرق ما بين الاصوات التي خرجت من الصناديق والمحطات عما اعلن، ولماذا هذا الاختلاف؟ لماذا كانت هذه النتائج بشكل عام؟ فيما يتعلق بان التيار الصدري صعوده بهذا الحجم هو ايضا متوقع باعتبار نسبه المشاركه متدينه وعدم باعتبار أن الكثير من المواطنين كانوا مقاطعين، النسبة الغالبية المطلقة كانت مقاطعة الانتخابات، وبالتالي هذا يؤثر أيضا بالمجمل على أصوات القوائم الأخرى.